فخامة الرئيس يمكن في الفترة الأخيرة مهتم جدا بالتنمية. التنمية ليها أبعاد مختلفة، ولكن فكرة التنمية نفسه أن يبقى فيه تكامل ما بين أنشطة فيها أنشطة اقتصادية، أنشطة اجتماعية، أنشطة ليها علاقة بالرياضة، أنشطة ترفيهية. فالتنمية متعددة جدا ومختلفة، وفيها أشكال يعني متنوعة جدا. أنا يمكن بحكم أن كنت وزيرة سياحة لمدة سنتين ما بين 2018 وأواخر 2019، فدايما الأماكن الجديدة أو بنسميها الديستنيشن براندينج بتبقى مهمة قوي، أنه زي كل منطقة نقدر أن احنا نعرف فيها ميزات مختلفة. لما بنبص على العلمين بنلاقي أن في ميزات متعددة، مش بس البحر، مش بس الفنادق، ولكن جامعات. فأعتقد أن ده تميز مهم جدا في المدينة هنا. يمكن كحكومة جديدة من 3 أسابيع أو يمكن من شهر، ولكن هذه الحكومة، وأنا سعيدة أنه أنا جزء من الحكومة الجديدة، بس كمان ليا ملفات فيما سبق سواء كانت سياحة أو تعاون دولي، دلوقتي تخطيط وتعاون دولي. ويمكن ناس كتير قوي بتسأل هو ليه حصل الدمج ما بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، وحابة أقول أنه دايما الدولة بيبقى ليها رؤية، الرؤية دي بننفذها من خلال استثمار، انفاق استثماري مهم جدا، ولكن دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي بنقدر نقرب المسافة ما بين الرؤية الوطنية وكمان علاقتنا وشراكتنا مع المؤسسات والدول المختلفة. ويمكن من سنة 2014 شهدنا في ملف التعاون الدولي تنوع كبير جدا، عندنا مع كل الشركاء في الوقت الحالي وعبر السنوات ثقة قدرنا ان احنا نبنيها من خلال مشروعات متعددة، مشروعات الطاقة الجديدة ومتجددة اللي سمع عن بنبان، مشروعات ليها علاقة ايضا بتدوير المية زي محطة بحر البقر او المحسمة. لما نبص على مشروعات زي التأمين الصحي الشامل، تكافل وكرامة، فكل هذه المشروعات هي رؤية وطنية، ولكن أيضا قدرنا أن احنا ننفذها مع شركائنا الدوليين.